أي إنسان مكسور حزين في لحظة الحزن بيتجلى عليه اللطيف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا، على فكرة لطيف يعني مش باين، ده في لغة العرب الثوب اللطيف يعني الثوب الشفاف اللي مش باين الرقيق جدا. واسم الله اللطيف لما بقى ولله المثل الأعلى، اسم الله اللطيف معناها الذي يدبر شؤون عباده من غير أن يشعروا، الحنون عليهم من غير أن يشعروا، بيبقى الحنية في رحم البلاء ولحظة الحزن. عشان كده دايما كان المشايخ يعلمونا كلمة حلوة قوي، يقولوا إن لطف الله بينزل قبل البلوى. يعني أنت ما تفتكرش إن ربنا سبحانه وتعالى شافك حزين فلطف بيك، لا ده هو لطيف قبل ما ينزل بلوته.